اتكلم قال ان كرة القدم لن تستأنف الا بعد انتهاء حالة الطوارئ الناجمة عن تفشي فيروس كورونا. قال ان احنا مش هنستأنف كرة القدم خالص، واحنا حريصين على كده لحد لما نخلص الموضوع ده، نقضي على فيروس كورونا. الأولوية دايما لصحة كل فرد ولكل لاعب ولكل رياضي في الدنيا عن ان انت تستأنف نشاط او اي لعبة او اي بطولة. مفيش اي بطولة تفرق دلوقتي، محدش فارق معاه ولا بيفكر مين هيلعب ايه، مين هيكسب، لا انسى الكلام ده خالص. ان شاء الله يرجع وكل حريص على العودة، بس العودة لما يتم القضاء على فيروس كورونا، تخلص من الفيروس ده وبعد كده اعمل اللي انت عايزه باذن الله تعالى يعني. فتصريحات كانت كتيره من انفانتينو في الحقيقه رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم. كمان من ضمن الاخبار الجديده، وكندا دوله كندا